بهذه المناسبة أحب أهني قيادة المؤسسة. طبعاً المؤسسة تعتبر مدرسة مفتوحة في تعليم جميع المتطوعين والمتدربين وكادر المؤسسة. أنا في البداية دخلت المؤسسة في 2013 كمتطوعة. طبعاً كنت مش فاهمة حاجة، يعني أول مرة أدخل المؤسسة يعني كجهة أشتغل فيها. فدخلت كمتطوعة ما كنتش عارفة حاجة في العمل، فبدأت بداية تدريبات، كنت أتعلم من زملائي. مع الوقت بدأت أكتسب خبرات في جميع المجالات. طبعاً الإنسان لما يشتي يطور نفسه مش في مجال معين، في عدة مجالات. فالمؤسسة صدق ما بخلت معي أي حد، كان تدرب تدريبات ندوات وورشات عمل، استفدت في جميع المجالات في المؤسسة.